السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم قلت لكم مقطع خرافي ضحك وناسة، أنا وأصحابي نجلس على اللوبي ونطلب ناس ما نعرفهم ونخليهم يغنوا ونرسل لهم شدات. ما أطول عليكم بالمقدمة وأترككم للفيديو ومشاهدة ممتعة. يلا ضيف. ما في حد عندي ولا يبين احد متصلين، خلينا ارسيت، يمكن معلق، خلينا ارسيت. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمع، انتظر انتظر، انت في مسابقة الان على البث المباشر، دقيقة بس ندخل صديقنا. بس مو طلعني، اصبر دقيقة. والله احبك ويلي. تحبني؟ ايه بس مو هذا ابو النجمة. انت انا ابو النجمة؟ ايه بتحبني انا؟ احب ابو النجمة. ايه اموت عليه. لا من جد والله انا بقوم انتحر. اكاي شعبية لك همه والله، شاطيك من شعبية. خلاص اسمع، الان انت في مسابقة، اذا غنيت وصوتك حلو هذا دخل صديقي. اسمع شغل ما اعرف قليل، انتظر شوية. يا هايمان هذا قال لي يحبني، هذا اكيد بنرسل له الشدات. منو هذا؟ هذا سقاد، ورسل لي شعبية كمان، فقلت له انا احنا فاعلين مسابقة بث مباشر، اذا راح يغني بنرسل له 100 شدة عادي. طيب خلي يغني. يلا ابدا غني اي حاجة عندك. يا هوانه يا هوانه، ايوه اي شيء عندك غني. غني حبيبي، شيء عندك غني. غني يلا. يعني شو غني لك؟ اي شيء اي شيء. موال عراقي، اغنيه عراقيه، راتشيه، اي شيء. بس تضلون خايف تضحكون علي. لا 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 ما نضحك. انت راح تتكلم بلغتك، ما راح تموت. ايوه عادي عادي، ما فيش اي حاجه. غني، اصلا احنا ما نعرفك ولا نعرف صورتك، فتعمل لك كيف، فانت بس تغني صوت. ما اعرف. يلا غني، انا جاهز اشتري رقص. ما بعرف حبيبي، ما اعرف. انت قلت تحبني، تحبشني، كيف يقولوا تحبني بالعراقي؟ تحبشني تحبشني تحبشني. هذا يدور له لبنانية، خلي احنا على سقاد. هذا اللي قال يحبني يحبشني. طلع هذا الذي. يلا 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 غني لك. يلا غني. أبي لك ما راح يا قلبي بيك مرتاح، يا حبي لك ما راح يا قلبي بيك ما راح. الله انا احبك بس انت ما تحبني. لا اله الا الله، جنازتنا اليوم. لا انا ازعق، انا ازعقك انت وصوتك. لا 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 مو حلو صوتي؟ لا حلو بس ناقصه النبعه. شوف والله عرفتك مو حلو، عرفتك مو حلو.
صوتك حلو بس ناقصك العود. خلاص خلاص والله والله الان نرسل نشل حقك العود. يلا يلا راح اغني لك بعد. اصبر اغني لك بعد. تمام انا والله والله جالس اصور الايدي حقك وادزلك شدات. بس بس هاي بس هاي قليلة راح اغني لك. تمام غني يلا. لا تسب يا حيوان. قلب وش قلبك يا قلب وش لونك ما نبت عندك يا قلب يا قلب عرفت القلب من ينبض هواي عرفت القلب ينبض بلهفة. والله انت عارف انت لو سجلت في سوبر ستار راح كلهم يدزولك احمر 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 عشان تفوز. خلاص عندك اغنية؟ ودي لي دعوة حتى دوم اغني لكم. ارسل لك احلى احفظ دعوة. اغاني واغني لكم يا يلا تمام احفظ اغاني واغني انا ارسلت لك طلب. تمام خلاص طلعني يلا احنا الان راح نخرجك وندخل ناس بدلك عشان نرسل لهم كمان شدات وكذا. بس انت عندنا مسجل خلاص قد صورت حسابك. هاي هاي اسمع انت اذا غنيت بطلاقي شدات. غني اي اغنية اي اغنية ايوه اي اغنية غني غني يلا غني صوت حلو يا مالي يا مال والعز في وجهك تمهل احمد كبه يا من خذيتها كم يلا يلا اللي بعده اللي بعده بلا شعور يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده هذا من هو رجع احمد راح وراح راح وراح يلا اللي بيغني بيحصل على شدات. قبل اي والله ضحك والله ما نضحك عليك صوتك مو حلو. انا مو قلت انا مو قلت صوتك مو حلو حبيبي. انت ما تغني بشعار واحساس انت غني كذا راح وراح راح وراح قل راح وراح راح وراح بشعار يعني اصبر 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 خليه غني خليه غني عشان نسمعه تمام ونشوف كيف صوته. يلا ما غنيتكم غير مره حسب الاعيمي والله اعجب والله. يلا طيب غني يلا طيب طيط برا اوت صوتك مش حلو. اللي بعده يلا دخل للرسل رسل انت البس سواء البس سواء انت البس البس البس. مين ده اللي دخل؟ هذا ما عنده مايك ما عنده مايك خلاص خرجه اصلا. رجع 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 طلع صوته صوته عاد موجود. اسمع اسمع الونش اسمع اسمع علي علي يا روحي علي عليكم. انتو في مسابقة ذا جيمر بلاك ديد اذا غنيت بتحصل على 100 شدة حبيبي. قول انت بتغني اغنية بسيطة بس بتحصل على 100 شدة حبيبي صوته مو شيء عادي عادي اي اغنيه عادي عندك يعني. حتى لو تالف اي اغنيه من عندك اي شيء فعلا كذا بس مسابقات مرح شوف انت كيف. الله حبيبي ما ايش اسم البث مالك القناه اسمها حسن معروف بالانجليزي
انت فاتح على اليوتيوب لو على الفيس؟ فاتح في تويتش. فاتح برنامج تويتش. اوكي على اليوتيوب انا هسه ابحث على القنواتك. لا في تويتش حق البث المباشر. هاي شنو يلا غني غني. ما اعرف والله ما اعرف وداعتك ترى والله صوتك قين صوتهم حلو يا اخي. عادي غني اي حاجه عندك. قول ليش اشغل لك اغنيه بدل ما غني؟ لا غني انت غني بصوتك. هسه طلع لك اسراء الاصيل هنا. اسراء الاصيل؟ فين؟ فين؟ بتاعك حبيب الصوت خرا. صوت خرا. معناها انت معناها كم مشاهد؟ ها؟ 1200 1200 مشاهد. 1200 واحد ذلك كلهم يشردون. والله يطلعون من البث ذولي. لا عادي غني.